الذكر. الذكر هذا أمر ربي، هو اللي قال اذكروني يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ربي اللي خلقنا قلنا اذكروني. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ربي قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، هذا أمر الله عز وجل. ولذلك من الذكر كذلك الاستغفار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. الناس اللي راهو يشكي، واحد يقول لك عندي الضيق في قلبي، واحد عندي الضيق في البيت، واحد عندي هموم وغموم، واحد عندي ديون وكذا، ها ربي اعطانا الحلول يا أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. هذا الكلام يقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. الناس انت قاعد تشكي الواحد وقاعد تشكي للناس وتشكي همومك، اشكي همومك لله عز وجل، اشكي همومك إلى الله. من لزم الاستغفار قل استغفر الله استغفر الله استغفر الله. رب سبحانه وتعالى قالنا في القرآن: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. شوفوا فضل الاستغفار وش يجيب. بالاستغفار تأتي الأمطار، بالاستغفار يزوجك الله عز وجل، بالاستغفار يعطيك ربي الولاد، بالاستغفار يعطيك ربي الأموال، يعطيك الخيرات. قال الله الذي الله عز وجل أحبة رسول الله الذي إذا قال الله بطل كل قول وقائل. ربي قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. يعني علاش ما تقدروش حق قدر الله عز وجل؟ هو الذي خلقكم أطوار. يعني كنت كنت ماء في الرجل، ثم انتقل ماء الرجل إلى المرأة، ثم أصبح نطفة، ثم مضغة، ثم علقة، ثم تشكل الجنين، ثم خرج إنسان. اللي قادر يدير هاد الحوايج كل قادر يرزقك، قادر ينحالك على الهموم والغموم. من لزم سيدنا يونس في بطن الحوت، وش يقول ربي سبحانه وتعالى في القرآن على سيدنا يونس؟ فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فالتقمه الحوت وهو مليم، وهو مليم مريض تعبان. أحبة رسول الله، ظلمة القبر، ظلمة قبر الحوت. يعني من هو القبر الذي مشى بصاحبه؟ هو حوت سيدنا يونس. ظلمة القبر وظلمة البحر، نعم، وظلمة قاع البحر وظلمة هذه الدنيا، شكون اللي يسمع هذا الإنسان؟ شكون اللي راح يسمعه؟ وش دار سيدنا يونس؟ فلولا أنه كان من المسبحين، وش قال؟ قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الملائكة سمعت هذا الصوت، قالت له: يا ربي هذا صوت يعني مش غريب علينا، هذا صوت يعني عبد يلتجئ إليك يا الله. قال لهم: ما عرفتوش هذا؟ قال لهم: ما عرفناه. قالوا: هذا صوت عبدي يونس. يقول له يونس الذي ما من يوم إلا ويرفع إليك عمل صالح من عنده. نعم، وش خرج سيدنا يونس من بطن الحوت؟ ذكر الله عز وجل. سيدنا رسول الله ما الذي نجاه في غار الهجرة؟ هو سيدنا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبا بكر ينظر إلى أسفل الأرجل تعالى الكفار والمشركين، يقول للرسول عليه الصلاة والسلام وهما في الغار، في غار الهجرة مخبين في الغار، ثم بعناية الله وحفظ الله عز وجل، يقول كون يطل فيهم واحد لتحت يشوفنا. وش يقول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: من شغله ذكري عن مسألتي، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. ما معنى هذا الحديث؟ من شغله ذكري، واحد هز يديه ربي يقول: يا رب اعطيني السكن، واحد هز يديه ربي يقول: يا رب اعطيني زوجة، واحد هز يديه ربي سبحانه وتعالى يقول: يا رب اقضي ديني، واحد هز يديه ربي: يا رب اعطيني تجارة، واحد يقول: يا رب فك لي ابني من السجن، كل واحد: يا رب اشفي لي مريضي، ادعي ادعوني استجب لكم. هذا الحديث مش يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من شغله ذكري عن مسألتي. هذا واحد قاعد يذكر في غير ربي، عنده هموم وغموم وديون وعنده مشاكل،
ما سألش ربي حل المشاكل تاعه، قاعد غير يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، قاعد يذكر غير في ربي، ما حبش يطلب ربي حوايجه، قاعد يذكر غير في الله عز وجل. عنده ديون وهموم وغموم ومشاكل وكذا ومحن، ما قالش ربي قضي لي ديوني، وما قالش ربي زوج لي ولادي، وما قالش يا ربي اعطني السكن، وما قال حتى حاجة، قاعد يذكر غير في الله، قال أنا أذكر غير ربي سبحانه وتعالى. يقول له النبي عليه الصلاة والسلام هذا يعطيه الله عز وجل أفضل ما يعطي السائلين، من شغله ذكري عن مسألتي، ذكر الله والمسألة هنا، يعني ما بقاش يسأل في ربي، شغلوا الذكر عن المسألة. قال لك ربي أنت ذكرني والمسألة نتاعك أنا نتولى بها. الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا إدريس عليه السلام يقول الله عنه في القرآن ورفعناه مكانا عليا، هذا سيدنا إدريس عليه السلام، هذا النبي الوحيد اللي قال عليه ربي في القرآن ورفعناه مكانا عليا. صلوا على رسول الله واسمعوا لسيدنا إدريس. وش كان يدري سيدنا إدريس؟ كان سيدنا إدريس عليه السلام خياطا، خياط يخيط يخيط. كان سيدنا إدريس عليه السلام خياطا. يلا يا جماعة قلنا كي ندخلوا الجامع ما نبقوش نسلموا على بعضنا، الله يرضى عليكم. كي ندخلوا المسجد ننتبه ما نبقوش نتحدثوا، الله يرضى عليكم إن شاء الله. بلغوا بلغوا، عاونونا عاونوا الإمام يا جماعة شوية، عاونوا عاونوا، الله يرضى عليكم إن شاء الله. قول له قال لك طالب اللي يدخل الجامع ما يتكلمش، رانا نتكلموا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. سيدنا إدريس كان خياطا. دوك نكمل الدرس يا جماعة، ندير 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 الامتحان. خي كي يقراوا يديروا في الامتحان في الاخر مكان، وكي نكملوا الدنيا هذه كاين امتحان عند ربي ولا ما كانش؟ دوك نجربوا امتحان الدنيا نشوفوا ترى. هاني كي نكمل نسأل، نخير ونسأل، اللي جاوب نعطيه الجائزة، اللي ما جاوبش نقولوا عاود النهار وخلاص. صلوا على رسول الله. معليش هي دقائق نستفيد منها بإذن الله عز وجل. كان إدريس عليه السلام خياطا، وكان لا يدخل إبرة ولا يخرجها إلا ذكر الله. في الدرس اللي مضى قلت لكم قادرين كل دقيقة وكل ثانية تغرس لك نخلة في الجنة. من قال سبحان الله وبحمده غرس له ربي سبحانه وتعالى نخلة في الجنة. لا إله إلا الله، هذا فضل الذكر. كان إدريس عليه السلام خياطا، وكان لا يدخل إبرة ولا يخرجها إلا يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذو حوايج يحبهم الله عز وجل، هذو حوايج يشتيهم ربي سبحانه وتعالى. كي تقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ربي يفرح بيك، ربي يفرح يسمع هذه الحوايج منك يا عبد الله. فاذكروني أذكركم. ربي ما قال لك سب، ما قال لكش اشتم، وما قال لكش اغتاب. قال الله إليه يصعد الكلم الطيب،